بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يا شباب في الفيديو ده هنشرح موضوع الألزهايمرز ديزيز، هو تابع المواضيع بتاع شابتر السي إن إس، يأتي في الآخر خالص مع الكلاس اللي احنا بنسميه نيورو ديجنراتيف ديزيزز اللي تشمل بقى الباركنسونز والديمنشيا والألزهايمرز ديزيز. هتلاقي الموضوع إن شاء الله بسيط خالص، وهتلاقي الأدوية بتاعته صغيرة خالص، إنما جايز اللي ياخد مننا الكلام الجزء الأكبر من الكلام هيبقى غالبا هيبقى في الباثولوجي. فنبتدي كده سوا واحدة واحدة. احنا هنبقى يعني دي العناوين اللي احنا هنمشي عليها زي ما احنا متعودين كده، بنعمل عناوين عشان ما ننتهش من بعض. هنشوف الاول الديفينيشن بتاع المرض والباثولوجي والمانيفستيشنز، ناخد فكرة يعني، وبعدين نشوف الايتيولوجي بتاعه سببه، ونشوف الباثولوجي بقى الجزء ده هيبقى هو الجزء الكبير شوية، ثم نختم بموضوع ايه الادوية المتاحة عندنا اللي هي التريتمنت. ناخد كده واحدة واحدة. نبتدي في الديفينيشن والمانيفستيشنز. اولا الالزهايمر ديزيز زي ما قلت لك هو نيورو ديجنراتيف ديزيز، يعني في الكلاس ده يتحط في الكلاسيفيكيشن ده، لكنه يتميز بترياد بثلاثي. يتميز بقى بايه؟ اولا يتميز بكلمه انه لازم تقول كلمه بروجريسيف، يعني الالزهايمر من الامراض اللي هي ما بتقفش عند حد، لا وانس ستارتد نيفر ستوبس، على طول هيكمل. عندي ثلاث حاجات تاخد بالك منهم، وخد بالك بقى من رقم ثلاثة، لان احنا يعني في الدرس ده هنجيب سيرة الرقم ثلاثة كتير، فده اول ثلاثة هيجولنا. اول حاجة ميموري لوس، ادا واحد. اتنين عندنا حاجة اسمها كوجنيتيف امبيرمنت. كلمة كوجنيتيف اللي هي الادراك، يعني العيان عنده مشكلتين، مشكلة في الميموري وده معروف خلاص الذاكرة، انما المشكلة الاخرى في الكوجنيشن اللي هو ادراك الاشياء. مريض الألزهايمر يا شباب ما يعرفش يعني ايه ألم، ما يعرفش يعني ايه شاشة، ما يعرفش يعني ايه حمام، حتى لدرجة ان مع الوقت أولاده نفسهم هيبص لأولاده ما يعرفش مين دول. معنى الأشياء عنده مفقود، يبقى شايف الحاجة لكن مش قادر يعبر لك ولا هو فاهم دي ايه. ده اللي احنا بنسميه كلمة كوجنيتيف امبيرمنت، إدراك معنى الأشياء، ويبقى يعني مع الوقت هيبقى هيزيد. الحكاية هتبتدي بسيطة ثم هتتطور زي ما قلت لك لدرجة انه حتى مش يعرف شكل اولاده، مش يعرف مين دول. نمرة ثلاثة كلمة behavioral abnormalities. behavioral abnormalities اللي هي التصرفات، سلوك العيان. هتلاقي المريض ده بدأ يشتكي بقى مش بس من انه بدأ ينسى، لا كمان بدأ يشتكي من اعراض مثلا زي depression او زي emotional liability. emotional liability يعني تلاقي العيان يعيط لوحده من غير سبب، يصرخ من غير سبب. تلاقي احيانا بعض العيانين عندهم كلمة aggression اللي هو العدوانية، يزعق يصوت يمشي ينزل في الشارع يزعق للناس بدون سبب. فاذا دي كلها حاجات اسمها behavioral abnormalities. كمان ممكن تلاقي motor hyperactivity، يعني تلاقي العيان رايح جاي طول النهار مش مرتاح، في حاجة في something مش مريحه. يبقى الثلاث حاجات دول، عد معي كده، memory loss ادا واحد، دي اول حاجة هتبتدي. اثنين الادراك يبتدي يبقى لوست هو كمان اللي هي الكوجنيشن. نمرة ثلاثة مجموعة السلوكيات بتاعت العيان هتتغير اللي هي الايه البيهيفيورال ابنورماليتيز. الاعراض بتاعت العيان دي الناس بتوع السايكياتري عندهم مقياس كده سكيل بيقيموها على السكيل ده، فعندهم مقياس بقى. ممكن طبعا احنا مش هندخل في التفاصيل دي ما تهمناش خالص، انما احنا بنقسم الالزهايمر على حسب هذه الاعراض الى ان يبقى مايلد او مودريت او سيفير على حسب الايه الستيج اللي العيان فيها، يا كده يا كده يا كده. طيب ناتي بعد كده بقى لو انت عايز تدخل شويه في الايه في الموضوع التاريخ الهيستوري. الراجل ده اللي هو كان دكتور امراض نفسيه الماني او يعني جيرمان سايكياتريست، كان اسمه لويس الزهايمر. الست دي كان اسمها مدام اوجستين، كانت بتتعالج عنده في سنه 1901 يعني شوف بقى من كام سنة، اكتر من 120 سنة. الراجل ده اللي هو لويس الزهايمر لاحظ ان الست دي عندها اعراض غريبة جدا، بتنسى ولادها، بتنسى كل حاجة، ما مش عارفة معنى شيء. ما كانش ايامها احنا نعرف شيء عن هذا المرض. بدأ الدكتور الزهايمر او لويس الزهايمر يبتدي يدون هذه الملاحظات في الدفتر بتاعه، ثم بعد 20 سنة بقى 20 سنة ابتدوا الناس العلماء يجيبوا الدفتر بتاع الراجل ده او المذكرات بتاعته ويشوفوا الملاحظات اللي كان مدونها، لقوها بالظبط تنطبق على المرض اللي احنا بقى ايه بدأنا نعرفه دلوقتي الايه، ونسب اليه بقى نسب انه اسمه الزهايمرز ديزيز نسبة لهذا الجيرمان سايكياترست. لو هتتكلم على انواع الالزهايمر
انا قاصد بقى اجيب لك الصوره دي او الصفحه دي واتكلم عنها، لانه انا لاحظت انه كتب كتير جدا بتشرح، او مش كتب ده، هي يعني كل الكتب بتشرح الالزهايمر كله، يعني الكلام كله تدخله في بعضه، فانت بتذاكر تحس ان الدنيا تايهه منك، انما هي يعني احنا هنرتب افكارنا. الالزهايمر يا شباب عندنا نوعين مميزين جدا. النوع الاولاني اللي اسمه ايرلي اونست، ايرلي اونست اللي هو يبتدي بدري تحت سن ال 35 سنه، والنوع الثاني الاكثر شيوعا اسمه ليت اونست. كويس، عندنا احنا هنفرق ما بين النوعين دول، وهنقول الاوجه المقارنه اللي بينهم، عشان ده هيهمنا شويه، هيهمنا حتى في الباثولوجي. اولا تايب 1 اللي هو الايرلي اونست نبتدي بيه، ده انهيرتد ديزيز. انهيرتد يعني وراثي، هنشوف وراثي ليه دلوقتي. هذا الانهيرتد ديزيز او تايب 1 ده الباترن بتاع الوراثة بتاعه يسموه اوتوزومال دوميننت. ساعة ما تقرأ الكلمة دي هتتخض، لان كلمة اوتوزومال دوميننت معناها انه اذا الاب او الام كان عندهم اي مشكلة في اللي احنا هنقولها، في الجينات اللي هنقولها دي، لازم حتما الابناء هيصابوا، هيبقى زيهم بالظبط، لان كلمة دوميننت يعني سائد، يعني لازم وراثيا هيتورث من الايه، من الاباء الى الابناء، يبقى ده الباترن بتاعه. انما لحسن الحظ بقى انه بيأثر على اقل من 1%، يعني اذا حضرتك عندك 100 حالة الزهايمرز ديزيز، فهو واحد فيهم بس من 100 دول اللي ممكن يبقى المرض عنده وراثي، هتلاقي الاب او الام عنده المشكلة دي، فهو ده لحسن الحظ. الايج ليه سميناه ايرلي اونست؟ لانه الـ يبتدي العيان يجيله الاعراض عند سن تحت 40 سنة، بالمقارنة بالتاني النوع الاكثر شيوعا بقى اللي بيجي في الاولد ايج اللي احنا كلنا نعرفه، انما ده هيجي تحت 40 سنة ويبقى رابيدلي بروجريسيف، يعني على طول immediately اول ما الاعراض تبتدي عند 35 سنه تلاقي العين على طول دخل في مشكله، وغالبا ما بيكملش كتير يعني، لانه بيبقى اجريسيف. ايه بقى مشكلته؟ ليه هو انهيرتد؟ ليه هو وراثي؟ لانه العلماء لحد دلوقتي يعني حددوا ايدنتيفايد بريسايزلي 3 جينز. الجين الاولاني اسمه اميلويد بريكورسر بروتين جين، هذا الجين موجود على الكروموزوم رقم 21. التفاصيل اللي هقولها دي جايز ما تهمكش قوي، يعني جايز، انما انا بقولها علشان احيانا بعض اللي ممكن يشرح لك هنا او هنا يجيب سيرتهم، اديني بقول لك التفاصيل وانت اختار المعلومات اللي انت عايزها، لكن يعني ايه الى حد كبير ممكن تحتاج الحاجات دي. يبقى اول جين عندنا هو الجين اللي وجد على الكروموزوم رقم 21 اسمه اميلويد بريكورسر بروتين او اي بي بي جين، ده اول واحد. اتنين، في جين اسمه بريسينيلين جين، الجين ده موجود على الكروموزوم رقم 14، وفي واحد زيه بالظبط برضو اسمه بريسينيلين 2، ده موجود على الكروموزوم رقم 1. حضرتك دلوقتي ادا تاني رقم نجيب سيرة التلاتة فيه، في تلاتة جينز مسؤولين عن توريث هذا النوع من الالزهايمر ديزيز. مش لازم العين يكون عنده مشكلة او ميوتيشن في التلاتة جينز، لا، جاست وان ميوتيشن في واحدة من دول، في جين من اللي انا قلتهم لك دول، جاست واحدة بس كفيلة بانها تعمل الزهايمر ديزيز اللي هو الايرلي اونست ده، وهذا الالزهايمر هيتورث للابناء. كويس، انا هجيب لك بعد شويه سيره الجينز دي تاني، يعني انا قلت عدتهم لك، انما هتيجي سيرتهم دلوقتي تاني واقول لك بالظبط دورهم ايه، بيعملوا ايه، ايه المشكله اللي لما يبقى ميوتيشن في احد الثلاثه جينز دول ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيسبب الزهايمر. انما على اي حال انا قلت لك ان ده 1% فقط، انما 99% بقى من حالات الالزهايمر، وده لحسن الحظ 99% تنتمي الى النوع الثاني اللي احنا بنسميه سبوراديك، وكلمة سبوراديك دي عكس كلمة جيناتيك. اما تسمع كلمة انهيرتد او جيناتيك يعني وراثي، عكسها على طول كلمة سبوراديك يعني غير وراثي. النوع ده غير وراثي 99%، هو ده بيجي عند سن بقى فوق ال 65 سنة، وده بيبقى سلولي بروجريسيف، وده النوع اللي احنا بنعرفه. والنهاردة لما يعني في 99% من الاحوال لو حد بيشرح لك موضوع الالزهايمر هتلاقيه غالبا بيتكلم على الايه، على النوع الاكثر شيوعا ده، بيهملوا دايما ما بياخدوش بالهم من النوع الاولاني ده، وساعات يدخلوا النوعين في بعض. انما على العموم هو ده النوع الاكثر شيوعا. سببه بقى مش معروف بالظبط، يعني ليه بيجي الزهايمر عند بعض الناس فوق سن 65 سنه. انا هقول لك مجموعه نظريات، انما لم تحسم ولا واحده فيهم اقدر احلف، اقدر اقسم على ان هي سبب الالزهايمر. هنا انا اقدر احلف لو ان انا عملت جينيتك ستادي لبيشنت ولقيت عنده ميوتيشن او سمثينج رونج في الثلاثة جينز دول، اقدر احلف ان هذا المريض هيجي له الزهايمر قبل سن ال 40 سنه وهيورثه لابنائه. انما هنا انا عندي نظريات كتير، انما ولا واحده منهم او حتى الاربعه او الخمسه او الست نظريات لو اجتمعوا غير كافيين بتفسير ايه موضوع الالزهايمر.
مثلا من ضمن النظريات يقولوا ايه بقى، يقولوا ان اما عملوا جينيتك استادي كده للناس دول، لقوا ان بتصادف ان في نسبه كتير، نسبه كبيره من المرضى تايب 2 اللي هو الليت اونست دول، عندهم جين اسمه ابو لايبوبروتين جين. الابو لايبوبروتين ده، هذا الجين مسؤول عن انتاج بروتين معين اسمه ابو لايبوبروتين، ومن اسمه كده ابو لايبوبروتين، يبقى هذا البروتين له علاقه بالكوليسترول والميتابوليزم. يهمني اقول لك ان الجين اللي اسمه ابو لايبوبروتين اللي هو بيكون او مسؤول عن الكودنج او تكويد البروتين اللي اسمه ابو لايبوبروتين، البشريه كلها اللي على وجه الارض تمتلك منه 3 فاريانتس، يعني الجين منه 3 انواع او 3 اشكال. اما يكون في جين معين في 3 اشكال منه، كل شكل بنسميه الليل، الليل يعني شكل من يعني فاريانت من الجين. فهو الابو لايبوبروتين الجين ده البشرية كلها تمتلك 3 صور منه، كويس؟ كل صورة يسموها ايه؟ ابسلون، ابسلون. فعندي ابسلون 1 هذا شكل، وعندي نوع تاني اسمه ابسلون 2، وعندي شكل اسمه ابسلون 4. يبقى ابو لايبوبروتين ابسلون 1 وابو لايبوبروتين، انا بتكلم على جينات دلوقتي، ابسلون 2 وابو لايبوبروتين ابسلون 4. الناس كلها اللي في الكرة الأرضية يمتلك واحد من دول. وجد ان كتير من مرضى الالزهايمر، حوالي من 40-60% منهم من اللي هو النوع ده، اما جم يعملوا جينيتك استادي لقوهم كلهم في مشتركين في انهم عندهم الفاريانت اللي هي ابسلون 4. يبقى عندهم الجين اللي اسمه ابو لايبوبروتين ابسلون فاريانت 4 او النوع الرابع. طيب دوره ايه بالظبط؟ يعني الجين ده او يعني هيعمل ايه بالظبط؟ والله الاجابه ما نعرفش. ليه بقى ما نعرفش؟ لان الحكايه دي وجدت في 40% من الناس، في اسوشيشن، يس في اسوشيشن، يعني في 40% عندهم ابو لايبوبروتين ابسلون 4، انما هو مسؤول عن ايه بالظبط؟ ايه المشكله اللي بيعملها؟ هنا انا هحكي لك بعد شويه دول يعملوا ايه، الجينات دي ممكن تعمل ايه. انما الابسلون 4 او القليل اللي اسمه ابسلون 4 ده بيعمل ايه بالظبط؟ ما نعرفش، فمش قادرين نقسم هل هو سبب للالزهايمر. لو قدرنا نقسم ان هو القليل ده وجوده مرتبط بالالزهايمر، كان يبقى النوع ده هو كمان يبقى اسمه جيناتك، كنا حطينا النوع ده خلاص ما كناش فرقنا. انما بما ان هذا القليل او الابسلون 4 ده موجود لكنه مش مرتبط 100% باحداث الالزهايمر، فما نقدرش نحلف ولا نقول لك ان هو له دور ولا ان الموضوع جيناتك، ما نقدرش. في نظريه تانية بتقول الالزهايمر ده عند الناس دول سببه ميتابوليك، في سمثينج في الميتابوليزم عندهم بيكون مواد توكسيك بتروح للبرين تعمل ديجنريشن. في ناس بتقول كده، في ناس بتقول موضوع له علاقه بالانفايرومنت والتوكسينز اللي طول النهار احنا عايشين فيها وبنشمها وبناكلها مع الاكل وغيره، ده بيعمل مع الوقت ديجنريشن في النيورونز وبيعمل الزهايمر. نظريات كلها ولا واحده منهم اقدر يعني ما نقدرش لنا ولا انت كونفيرم انها سبب للالزهايمر، انما بيسموها ريسك فاكتورز او بريديسبوزنج فاكتورز. نظريه ثالثه بتقول لها علاقه بالنيورو ترانسميترز، بتقول ايه بقى؟ ان في ديس ريجوليشن، بعض الناس عندهم عدم نظام او عدم تنظيم في الترانسميترز اللي في مخهم. ايه يا سيدي بالظبط اللي حاصل؟ قالوا لقينا ان كتير من مرضى الالزهايمر عندهم الاسيتايل كولين قليل، وعندهم حاجه اسمها جلوتاميت. الجلوتاميت لقيناه والله كتير عالي. طب وايه اللي هيحصل؟ قالوا ما هو الجلوتاميت ده مع الوقت هو ده اللي بيعمل ديجنريشن، وده اللي بيموت خلايا المخ عند الناس دول وبيعمل لهم الزهايمر. تظل النظريه برضو، انما مش ما نقدرش نحلف عليها. يعني في ناس بتقول لا ده القصه مش كده خالص، ده القصه بقى بتبتدي ان العيان ده بيبقى عنده كارديوفاسكولار ديزيز، تحديدا اثيروسكليروزس. والاثيروسكليروزس اللي في الارترز اللي في البرين هي دي المسؤوله عن الديجنريشن، يعني بيفسروها بالايه؟ برين فاسكولار ثيوري او باثولوجي. انا قلت لك 4، في 40 غيرهم، يعني في نظريات كتير. ليه؟ لان القصه كلها احنا مش قادرين يعني نمسك حاجه كده ونقول هي دي سبب الالزهايمر عند مين؟ عند النوع اللي اسمه ايه؟ تايب 2 اللي اسمه ليت اونست. طيب نتكلم بقى كلمتين عن الايه؟ الباثولوجي. اذا كنت مهتم بالباثولوجي فركز بقى معايا على اللي هنقوله ده. حضرتك في الباثولوجي انت دايما يطلب منك وصف. الباثولوجي علم بسموه ديسكريبتيف ميديسن. ديسكريبتيف يعني انت بتوصف، تشوف حاجه بعينك بتوصفها بعينك وتشوفها تحت الميكروسكوب، وممكن لو بتعمل يعني بايوكيميكال ستادي يعني توصف. فاول حاجه بالجروس اي كده او بالنيكد اي، الجروس باثولوجي، لو انت بصيت على مريض الالزهايمر
على الشمال ده البرين، ده نص برين طبيعي، ده كرونال سيكشن في البرين، وده البرين الطبيعي اهو. والراجل حاطط لك الناحيه الثانيه البرين بتاع المرضى الالزهايمر. على فكره الباثولوجي اللي انا هحكيه بقى دلوقتي سواء هنا او في اللي جاي يشترك فيه النوعين من الالزهايمر، يعني النوع اللي هو جيناتك اللي هو بيمثل 1% والنوع اللي بيمثل 99% اللي هو الليت اونست، يشتركوا كلهم في اللي هنقوله ده، يعني كل المرضى يشتركوا في الصوره دي. لو خدت كورونال سيكشن في البرين لاحظ معايا الاتي. نمره واحد، بص كده على النص ده، اول حاجه عينك هتيجي فيها انه في شرينكج، في اتروفي، البرين ماس بقت ديكلايند، بقت ريديوست. بص هنا قارن مثلا الثيكنس بتاع الكورتكس، سمك الكورتكس قد ايه، وقارن هنا سمك الكورتكس قد ايه، هتلاقي هنا في يعني ديكلايننج واضح جدا. البرين ماس تيشو نفسها ديكلايند هنا عن هنا، في برين اتروفي. يعني ادى نمره واحد يبقى في برين اتروفي، انا بتكلم بالايه، بالنيكد اي يعني جروث بيكتشر، ادى واحد كده بعيني في اتروفي وفي ريدكشن للبرين ماس. نمره اتنين، ركز كده في الايه، في البرين فنتريكلز اللي هي الفراغات اللي بتبقى ايه، اللي بتحتوي على السي اس اف. هنا ادى الايه الفنتريكلز بتاعت البرين، واضح هنا انه لها سايز اهو، انما هنا واضح انه واضح ان السايز بقى يعني الفراغ بقى واسع جدا. فيبقى نمره اتنين في وايدنينج للسريبرال فنتريكلز. نمره تلاتة وده المهم، المنطقه دي ركز كده على المنطقه دي، المنطقه ده اللي عامله زي اللسان دي، المنطقه دي اسمها هيبوكامبس. الهيبوكامبس دي من المنطقه ده، دي لها وظائف كتير جدا في النيورولوجي ومسؤوله عن الادراك والكوجنيشن والذاكره وحاجات كتير جدا، ومعنى الاشياء وربط الاشياء ببعضها وتحليل المنطق، يعني كتير. الهيبوكامبس دي بص هنا هتلاقيها تقريبا اختفت، يعني بص هنا قارن ما بين المنطقه دي في البرين السليم والمنطقه بتاع الالزهايمر، فما فيش تقريبا، الهيبوكامبس بقت حاجه ما فيش خالص، صغيره جدا. في سيفير اتروفي واضح جدا في منطقه الايه، الهيبوكامبس. انا كده قلت ثلاث حاجات، ودي احنا ماشيين مع رقم ثلاثة اللي ماشي معانا. نمرة واحد فيه جروس برين اتروفي، ده واحد، وريدكشن في البرين تيشو ماس. هذا الاتروفي وهذا الريدكشن يشمل الكورتيكال والسب كورتيكال ارياز، يعني كل البرين كله من اوله لاخره اتروفايد زي ما انت شايف، ده واحد. اتنين، وايدننج للفنتركلز الفراغات. نمرة ثلاثة، اتروفي او جروس اتروفي او بريدومينانت او سيجنيفيكانت اتروفي في المنطقه اللي اسمها ايه، الهيبوكامبس. ادي ثلاث حاجات هنشوفهم بالنيكد اي، بقى احفظهم بقى. ننقل على الميكروسكوبيك اي. لو انت حضرتك بقى بتتكلم على الميكروسكوب، استاذ الباثولوجي هيقول لك كويس انت وصفت لي بعينك، وريني بقى بالميكروسكوب هتشوف ايه. ده اللي هنشوفه تحت الميكروسكوب. انا هكبر بس الصوره كده اذا يعني اذا نفعت علشان نشرح نشوف ايه اللي ممكن نشوفه، يعني الحاجات اللي ممكن نشوفها تحت الميكروسكوب. دي عينة مثلا من البرين بنشوفها تحت الميكروسكوب، واللي انت شايفه ده أمثلة للإيه، للنيورونز أو ثلاث خلايا عصبية. اللي بنشوفه في مرضى الألزهايمر بنشوف حاجة زي كأنها فينجر برينت، يعني بصمة لمريض الألزهايمر. ثلاث حاجات برضو هنشوفهم أول ما يعني تحت الميكروسكوب عينك تيجي عليهم كده، الثلاث حاجات اللي أقولهم دول مميزين جدا لمريض الألزهايمر. نمرة واحد، عدد النيورونز قليل، يبقى في ريدكشن في الايه، في النمبر اوف نيورونز. يعني لو حضرتك بتقارن ما بين برين سليم وبرين مريض عنده الزهايمر، اتنين سلايدز جنب بعض، هتحس ان النيورونز هنا عددها بقى ديكلايند. ليه؟ لان في كميه كبيره من النيورونز ماتت، ولما ماتت هو ده اللي عمل برين اتروفي. يبقى في واحد، نمره واحد ريدكشن في النمبر اوف نيورونز، ادي واحد. اتنين، هنلاحظ بقى انه هيتراكم عند العيان ما بين النيورونز وبعضها مادة غريبة جدا، هتتراكم في صورة صفايح جنب بعضها كده. هذه الصفايح بنسميها بليكس، هقول لك انا جاية منين دلوقتي. بليكس يعني صفائح، كويس. الصفايح دي من بروتين اسمه بيتا امايلويد بروتين، واصبر عليا لان هقول لك ده جاي منين. انما بنلاحظ انه ما بين النيورونز وبعضها في ديبوزيشن لهذه البليكس، هذا النوع من البروتين مترسب ما بين النيورونز وبعضها، in between the neuron، مش جوه النيورون، لا، ما بين الخلايا العصبية وبعضها في الفراغات اللي ايه. طب هيعمل ايه؟ ده هيعمل نوع من الانسيوليشن، electrical insulation، هيبقى عامل زي الشمع كده. الاميلويد بروتين اللي بقولك عليه ده اللي هفسر لك جاي منين، بيعمل حاجة يعني هو عامل زي الشمع، حاجة كده inert، فبيعزل، بيعمل عزل كهربي ما بين دي ودي،
فالكونكشنز تبقى لوست، النيورونز ما عادتش قادره تتواصل مع بعضها بسبب ايه؟ الماده الشمعيه اللي اسمها بيتا امايلويد بروتين اللي ترسبت بين الايه النيورونز وبعضها. يبقى دي تاني حاجه احنا قلنا، عد معايا عشان ما تتهش. اول حاجه قلت لك ان النمبر اوف نيورون النمبر قليل. اتنين قلت لك ان احنا هنشوف بين النيورونز وبعضها في الفراغات دي الانتر نيورونال سبيسز هنشوف ديبوزيشن او اجريجيشنز تجمعات من بروتين غريب اسمه بيتا امايلويد بروتين، وهنقول جاي منين. نمرة التلاتة ادخل بقى جوه النيورون نفسها، جوه النيورونز هنشوف نوع تاني من البروتين برضو متجمع كده ومتكسر وعامل بقع بنشوفها كده في الصبغة، وحتى لو عملت اميون ستين وصبغت يعني نشنت عليه هتشوف تجمعات من البروتين دي. البروتين ده بقى مش امايلويد بروتين، ده بروتين تاني اسمه تاو تي اي يو، معلش يا السبوره يعني تلحم الحروف في بعضها، انما هو اسمه تاو تي اي يو. هذا التاو بروتين اما يعني يتجمع مع بعضه كده ويحصل له اجريجيشن يبقى عامل زي اللفايف الخيط، كانه خيط ملفوف على بعضه، خيط كده خيوط ملفوفه على بعضها، يسموها ايه بقى؟ يسموها نيورو فايبريلاري تانجلز، اللي هي دي نيورو فايبريلاري تانجلز دي اللي هي ايه؟ اللي هو التاو بروتين، تاو لما تجمع مع بعض وعمل زي ايه الخيط المتقطع يعني عقد مع بعضها كده، وده بقى المره دي بيبقى انسايد ذا نيورون. يبقى انا عندي بروتين بره اوتسايد، ده اللي هو اسمه امايلويد بليكس او اللي هو البيتا امايلويد بروتين، ده بره، انما جوه بروتين تاني اسمه تاو، والتاو ده لما يتجمع مع بعضه يعمل لنا شكل مميز كده نسموه نيورو فايبريلاري تانجلز. انت كطالب في مرحله يعني في كليه الطب ايا كانت السنه اللي انت فيها اولى الى سته، اللي انا قلته ده سواء بالنيكد اي او بالميكروسكوبك اي يكفيك جدا جدا مع اي استاذ باثولوجي بيسالك عن موضوع الالزهايمر. اذا انا قلت تفاصيل بعد شويه هتبقى يعني ايه زياده في الموضوع، انما هو ده اللي يكفيك جدا اللي انا قلته ده. طيب نشوف اللي بعدها. ده مثلا صورة او ستين او سيكشنز مسبوغة لمريض الزهايمر، خدنا عينة طبعا حاجات معظمها يعني بوست مورتم، فخدوا سيكشن سبغوه ده مثلا ايه بالصبغة بالهيماتوكسلين والايوسين. اللي انت شايفه ده الحاجات الصغيرة دي نيورونز، دي يعني ده النيورونز اللي هي الحاجات الصغيرة دي. لاحظ ان حجمها تحس انه قليل، عددها قليل يعني لو بتقارن بواحد طبيعي هتلاقي العدد قليل، انما بص كده الدوائر دي الراجل مشاور لك على اجريجيشنز في هنا بقع كده ما بين النيورونز وبعضها. لما هنكبر الصوره شويه هنشوف المنظر ده، هنشوف الايه البقع السوداء دي ما بين النيورونز، هي دي بقى اللي بيسموها امايلويد بليكس. بليكس يعني صفائح اللي هي مكونه من البروتين اللي اسمه بيتا امايلويد بروتين، ده بالهيماتوكسلين والايوسين، ودي بيسموها سبيشال ستين بتبقى اميون ستين. النهارده في الباثولوجي قعدوش بيصبغوا يعني ما عادش حكايه الهيماتوكسلين دي هي كل حاجه. النهارده احنا لو عايزين نصبغ اي بروتين في الجسم وننشن عليه، كل بروتين في الجسم له صبغه ممكن تنشن عليه تصبغه هو لوحده من يعني من دون التشوس كلها. فلو عايزين نصبغ الايه الامايلويد بليكس دي بصبغه اميون ستين تصبغها لوحدها هنشوفها بالمنظر ده، هتبان لنا بايه اللي هي باللون البني ده. يبقى ادى المنظر المميز لمريض ايه الزهايمر، انما ما دخلناش جوه النيورون. لو دخلنا جوه النيورون دلوقتي، لو انا دخلت جوه النيورون هشوف الايه اللي هي النيورو فايبريلاري تانجلز اللي ايه هكلمك عنها بعد شويه. طيب ما زلنا مع الباثولوجي برضو، الصوره بتاعت الباثولوجي بتكمل بكلمه البايوكيميكال ستاديز، يعني احنا عندنا جروس ابييرنس، عندنا مايكروسكوبيك ابييرنس، وعندنا بايوكيميكال ستاديز. اما عملوا بايوكيميكال ستاديز لمرضى الالزهايمر لقوا انه اللي هي الترانسميترز في البرين لقوا حاجتين مميزين، واحنا بقى هنمسك فيهم بايدنا واسناننا الحاجتين دول، لان هم ده اللي نملكه احنا، نملك يعني نعالج عن طريقهم. ايه الحاجتين المميزين؟ لقوا ان الترانسميتر اللي اسمه اسيتايل كولين قليل في مرضى الالزهايمر، ولقوا ان الجلوتاميت زي ما جت سيرته من شويه اللي هو اكسيتاتور ترانسميتر عالي. يبقى الحاجتين دول مميزين جدا في مريض ايه الالزهايمر. لقوا حاجات تانية مع دول بس مش مهمه قوي، ده اللي احنا هنمسك فيه، ويعني هيبقى فرصة بالنسبة لنا ان احنا نحاول ندي دواء يصلح ده، لان التشينجز اللي انا حكيتها لك من شوية ان عيان عنده loss of neurons ما اقدرش اجيبها له، عيان عنده تجمعات من بروتين معين ما اقدرش اشيله، خلاص هشيله ازاي؟ انما كون يبقى ترانسميتر قليل او ترانسميتر زيادة انا املك ان انا ازود الترانسميتر او ان انا اقفل اللي هو عامل لنا مشاكل ده. فدول الحاجتين اللي احنا
هنتكلم عنهم في ايه؟ في التريتمنت. اللي انا هقوله بقى دلوقتي ده في الصوره دي او في الصفحه دي تفاصيل، التفاصيل دي ما تهمكش قوي، انما ان حبيت يعني تزود معلوماتك اعرفها، مش عايز عدي اللي انا هقوله كله، ما يهمكش خالص. انا بس عايز اشرح لك في الصوره دي والصوره اللي بعدها المصدر او منين جه التجمعات او الاجريجيشنز اللي اسمها بيتا امايلويد اللي عملت البليكس، ومنين جه البروتين اللي اسمه تاو اللي هو جوه الخلايا اللي بتاعه النيورونز، وهو ده السبب انه عمل نيورونال ديث. منين جه من نوعين بروتين دول؟ نشوف كده. ادا السيلمبرين بتاع النيورونز او اي خليه في جسمك، بتلاقي على السيلمبرين البروتين اللي انت شايفه الازرق ده، البروتين ده اسمه ايه؟ امايلويد بريكيرسر بروتين. امايلويد بريكيرسر بروتين، البروتين ده موجود في السيلمبرين بتاع النيورونز عندنا كلنا، عند الشخص الطبيعي، عندي وعندك. لو خدت كده عملت تحليل وشفت بالالكترون مايكروسكوب ولا باي ستادز هتشوف البروتين ده عندنا كلنا. هذا البروتين اللي اسمه امايلويد بريكيرسر بروتين، حتى يقولوا كده امايلويد بريكيرسر بروتين، البروتين ده جاي من ايه؟ يعني مين اللي بيصنعه او مين الجين المسؤول عنه؟ الجين المسؤول عنه موجود على الكروموزوم رقم 21، اسمه ABP جين، اختصار لكلمة amyloid precursor بروتين. هذا البروتين الخلايا بتستخدمه للكوميونيكيشن، ايه؟ انها تتفاهم مع بعضها. It is a signaling بروتين، ده حاجة يعني مهمة، حاجة يعني عندنا كلنا وحاجة طبيعية جدا. لما الجسم بيحب يتخلص منه، من البروتين ده، الجسم يتخلص منه بانه في انزيم اسمه سيكريتيز انزيم، مخك بيطلع الايه او الخلايا بتطلع سيكريتيز انزيم، تروح ايه؟ تروح تقطع في البروتين ده، يعني تروح يعني لو هن كده السيكريتيز انزيم يروح يقطع البروتين ده لما نحب نتخلص منه. طب هو الجسم يتخلص منه ليه؟ لان الجسم طول النهار في حاله تيرن اوفر، بيكون ويهدم، يكون ويهدم. طبيعي ان الجسم الخلايا بتكونه تعمل كوميونيكيشن، لما تحب تتخلص منه يطلع انزيم اسمه سيكريتيز انزيم، هذا السيكريتيز انزيم يدوب هذا الاي بي بي وتعاد الحكايه وخلاص، وده شغلتنا طول النهار وده الطبيعي. وجد بقى ان عند مرضى الالزهايمر الاتي، وجد انه لما السيكريتيز انزيم ده بيجي يكسر الامايلويد بروتين ده، ما بيكسروش، ما بيفتتوش 100%، بيتبقى منه الحته الصفرة دي، المنطقه دي اللي بتتبقى منه، والمنطقة دي بقى لما بتتبقى هي دي اللي بتتكون، هي دي اللي بتتراكم وتعمل لنا الحاجة اللي اسمها amyloid بليكس اللي حتى بتشوفها في مريض الالزهايمر، اللي شفناها لونها بني من شوية بالسبيشال ستين اللي كانت ما بين النيورونز وبعضها. يبقى دلوقتي احنا عرفنا مصدر ايه البليكس دي جاية منين، او اللي هو بسموها بيتا amyloid بليكس، عرفنا جاية منين، مصدرها جاي من البروتين الطبيعي ده. طب ايه اللي خلاها تعمل كده؟ اللي خلاها كده تعمل كده انه هذا السيكريتيز انزيم مش قادر ايه يكسر، مش قادر يعمل ميتابوليزم، او مش قادر يعمل دايجيشن للايه، للامايلويد بروتين اللي هو طبيعي في ايه، في مخنا، في خلايا مخنا طبيعي عندنا، مش قادر 100% يعمل الحكايه دي. طيب ليه مش قادر 100% السيكريتيز يدوب؟ قالوا حاجه من اتنين، اما ان البروتين نفسه ده اللي هو اسمه امايلويد بريكيرسر بروتين اصلا من الاصل طالع من الجين بتاعه abnormal، وبالتالي الانزيم مش قادر يكسره، او بيتبقى منه حاجات، بيتبقى منه السيجمنتس دي، ادا واحد. نمرة اتنين، او يكون السيكريتيز انزيم نفسه اللي هو الانزيم اللي بيدوب هو نفسه اللي abnormal، هو اللي فيه ميوتيشن. نرجع بقى للكلام اللي قلناه في اول ما ابتدينا، قلت لك ان في نوع من الالزهايمر يمثل 1%، الاساس بتاعه جيني، بيبقى فيه ميوتيشن في احد 3 جينز. مين هم؟ الجين رقم 21 المسؤول عن انتاج البروتين ده اللي هو اسمه amyloid precursor بروتين، قد يكون الميوتيشن هنا، قد يكون الميوتيشن في ايه، في الجينات المسؤولة عن صناعة السيكريتيز انزيم. الجينات دي اسمها ايه؟ جين اسمه بريسينيلين 1 اللي جبنا سيرته من شوية، وجين اسمه بريسينيلين 2 على الكروموزوم رقم 14 والكروموزوم رقم 1. هنا قدرنا نفسر كده مصدر الامايلويد بليكس جاية منين، في مين؟ في المرضى هو مرضى الالزهايمر اللي هم الجينيتك تايب اللي يمثلوا 1% من الناس. قدرنا نعرف القصة جاية منين واصل الميوتيشن جاي منين، اما انه هنا او هنا.
انما لما نيجي بقى نفسر ايه بقيه مرضى الالزهايمر اللي بيمثلوا 99% اللي هم الانواع اللي بنشوفها كل يوم، ما نقدرش نفسر الكلام ده، لا ينطبق عليهم. ليه؟ لان المرضى دول اللي بيمثلوا 99% اللي هم تايب 2 اللي هم الليت اونست الزهايمر ديزيز، ما عندهمش اي ميوتيشن خالص من اللي انا قلتها، ما عندهمش اي حاجه من اللي احنا قلناها دي خالص. امال الاميلويد بيتا بروتين بيتراكم ليه بين النيورونز وبعضها؟ والله نرجع بقى للنظريات تاني ونعيد نفس الكلام اللي احنا قلناه من شويه. قلنا انه ممكن نلاقي ان عنده الناس دول عندهم فاريانت من الجين اللي اسمه ابو لايبو بروتين، الفاريانت اللي اسمها ايبسلون 4، او بيحصل لهم اوكسيديتيف ستريس او انفلاميشن، او بيحصل لهم ديجنريشن، او بيتعرضوا للانفيرومنتال فاكتورز، اي حاجه ممكن تكون هي المسؤوله عن تراكم البليكس دي، انما ما هياش ايه، ما هياش الميوتيشن. ندخل على البردو يعني على احنا اتفقنا ان في نوعين من البروتينز، نوع اتكلمنا عنه اللي هو بين النيورونز وبعضها، ونوع جوه النيورون بقى اللي احنا سميناه ايه من شويه، نيورو فايبريلاري تانجلز. النوع ده برضو عايزين نعرف جه منين، اصله ايه. حضرتك لو رجعت للهيستولوجي بتاع زمان، كنا بنرسم النيورون كده، ده جسم النيورون اللي هي السيل بودي وحاجه اسمها الاكسون. لو هنكبر بس الصوره دي عشان يعني نشرحها اكتر او عشان تبان لنا اكتر، حضرتك لو بصيت على النيورونز دي اللي هي السيل بودي والاكسون، لو بصيت جوه الاكسون هتلاقي العيدان اللي انت شايفها دي، العيدان الزرقاء دي، العيدان دي اسمها مايكرو تيوبيولز، موجوده في كل خلايا جسمنا مش بس في الاكسون، جميع خلايا جسمك فيها حاجه اسمها مايكرو تيوبولار سيستم، ساعات بيسموه الهيكل العظمي للخليه، ده المسؤول عن ان شكل الخليه يبقى له شكل ثابت، ما تبقاش مبهوقه كده، مش زي الاميبا يعني. عموما الاكسون ده يتميز، اللي هي الفايبرز بتاعت النيورونز دي تتميز بان فيها بروميننت مايكرو تيوبولار سيستم، مسؤول عن انه القوام بتاع الاكسون ما يتكسرش، ما يحصلوش اي ديفورميتي. بص كده هنا، ده شكل مكبر للمايكرو تيوبيول، يعني الخط الازرق الصغير ده انا كبرته، يعني كبرناه كده بالالكترون مايكروسكوب عشان نشوفه بالظبط. هو الازرق ده، الازرق والموف ده، هو ده الايه المايكرو تيوبيول، الخيط بتاع المايكرو تيوبيول. اللي انت شايفه زي الدبابيس باللون الاورنج او البرتقاني ده، الحاجه اللي زي المشابك دي، ده البروتين اللي اسمه تاو بروتين. ربنا خالق التاو بروتين ده طبيعي عندنا علشان وظيفته انه يحافظ على المايكروتيوبيول، يعمل لها نوع من الاستابيلايزيشن علشان البروتينات بتاعه المايكروتيوبيول ما تتفرطش من بعضها، يوم يفضل الاكسون طول عمره سليم، يفضل طول عمره القوام بتاعه ما فيش فيه مشكله. لسبب غير معروف بقى، بص كده على الصوره اللي تحت، لسبب ما نعرفوش، فوجئنا ان التاو بروتين ده اللي زي المشابك اللي ربنا عاملها علشان يعمل استابيلايزيشن للمايكروتيوبيولز، ثابت المايكروتيوبيول واتجمعت مع بعضها كده. النتيجه ايه؟ النتيجه ان المايكروتيوبيول خلاص مع السلامه، المايكروتيوبيول بقى اتفرط اهو، بدا يتكسر، كل البروتينات بتاعته بدات تتكسر مع التاو اللي بدا يتجمع مع بعضه. الاثنين دول، تكسير المايكروتيوبيولز مع التاو بروتين دول مع بعض اهو، يعملوا زي الايه، زي بكره الخيط الملفلفه على بعضها كده، وتتجمع جوه النيورونز في صوره، الصوره اللي اسمها دي، الصوره دي كده، دي اللي اسمها ايه؟ نيورو فايبريلاري تانجلز او تانجلز، اللي هي التجمعات اللي بنشوفها جوه النيورونز. ودي تاني شيء مميز بنشوفه لمريض الالزهايمر، ودي المسؤوله عن النيورونال سيل ديث. لو حضرتك عايز تشوف الكلام ده بالالكترون مايكروسكوب، ده منظر يعني هيفسر لك شويه. ده صوره بالالكترون، صوره حقيقيه من جوه بقى، احنا يعني بنتصور دلوقتي جوه النيورون، دخلنا جوه النيورون بالالكترون مايكروسكوب، والخيوط اللي انت شايفها دي هي دي اللي بنسميها ايه؟ نيورو فايبريلاري تانجلز، عباره عن التاو بروتين مع بقايا المايكروتيوبولار سيستم اللي متكسرين ومتجمعين مع بعض ملخبطين. المفروض الطبيعي ان الخيوط دي، المايكروتيوبول دي، تكون موازيه لبعضها كده، يكون الاكسون ماشي سليم. انما كونك تشوفها ملخبطه على بعضها كده ومتكسره بالشكل ده، هو ده اللي احنا بنشوفه في مريض الالزهايمر. امتى؟ جوه النيورون، انسايد ذا نيورون. انما بره، اللي بره حاجه ثانيه، نوع ثاني من البروتين. ده جوه الايه، الخلايا العصبيه نفسها. نوصل بقى للتريتمنت بعد القصه الطويله اللي انا حكيتها لك في الباثولوجي دي، يعني اديتك النهارده يعني دوز عاليه من الباثولوجي. انما التريتمنت عندنا بعد القصه دي هتلاقيه بسيط خالص. نحن لا نملك لمريض الالزهايمر غير ثلاث اشياء، هما في الحقيقه حاجتين مش ثلاثه حتى. نمره واحد، لا نملك الا حاجه اسمها كولين ستريز انهيبيتورز، هكلمك عنها دلوقتي.
ثلاث أدوية مشهورين أهمت هنكلمك عنهم بعد، يعني هجيب لك سيرتهم دلوقتي بالتفصيل. نمرة اتنين، بما أنه مريض الألزهايمر عنده الجلوتامات متهم بأنه بهم بيعمل له ديجنريشن، يعني أحد المتهمين في القصة اللي بنحكيها، نحن نملك أن احنا نقفل الريسبتور بتاع الجلوتامات. طب الريسبتور اسمه إيه؟ اسمه N ميثايل دي أسبرتات اللي هو ده نمدة. فاحنا عملنا دواء يقفل هذا النمدة ريسبتور اسمه ميمانتين. يبقى احنا عندنا دلوقتي أدوية هتشتغل على الكولين استريز، هتزود الأسيتايل كولين اللي هي نمرة واحد عشان الميموري، نمرة اتنين الايه النمدة بلوكر اللي اسمه ميمانتين، نمرة التلاتة دي أزرز. ولما أقول لك أزرز يعني حاجات غير مهمة، غير رئيسية وغير مهمة على الإطلاق، حاجات بتتجرب، في ناس بيقولوا بتنفع ما بتنفعش، إنما الأساسي عندنا أدا واحد أدا اتنين، دول الأساس لعلاج الألزهايمر. نمسك واحد واحد، كان أقول لك كلمتين صغيرين عنه. أمسك العيلة اللي اسمها كولين استريز انهبيتورز، مين هم الأول؟ تلاتة مفيش في العالم غيرهم، التلاتة دول. الأولان اسمه دوني بيزيل، أشهر واحد فيهم بيجي في الام سي كيو كتير. التاني اسمه ريفاستجمين، والتالت اسمه جالانتامين. ومن فضلك تحفظهم التلاتة لأن ممكن تتفاجئ بأي واحد فيهم في الام سي كيو. لو الأسماء يعني كتير عليك يبقى على الأقل تعرف لي الدوني بيزيل ده لأنه هو أشهر واحد فيهم. إيه القصة؟ إيه النظرية يعني؟ النظرية باختصار نرجع للإيه، للصورة اللي وردتها لك من شوية، لما قلت لك ان احنا لما عملنا بايوكيميكال ستاديز للمرضى بتوع الالزهايمر فوجئنا ان عندهم اتنين ترانسميتر ملخبطين، الاسيتايل كولين قليل والجلوتاميت عالي. طب لما الاسيتايل كولين يكون قليل هيعمل له ايه؟ قالوا اه ما هو ده المسؤول عن انه يحصل ميموري لوس، لان احنا حافظين من الفسيولوجي من سنه اولى طب ان الاسيتايل كولين اللي في مخنا هو مسؤول عن الميموري. مين هو الشخص قوي الذاكره اللي بيفتكر كل حاجه؟ هو الشخص اللي عنده الاسيتايل كولين في مخه كويس، او الليفل بتاعه كويس، الكولينرجيك نيورونز شغاله بضمير. يعني مين هو الشخص اللي بينسى كتير؟ هو الشخص اللي ما عندوش اسيتايل كولين كتير. طيب مين هو بقى مريض الالزهايمر؟ هو الشخص اللي ما عندوش اسيتايل، يعني عنده سيفير ديفيشنسي في الاسيتايل كولين. فقالوا بقى طيب ما احنا وصلنا، ممكن بقى نساعد العيان ده ان احنا نديله حاجه تزود الليفل اوف اسيتايل كولين في البرين. طبعا اوعى تقول لي انا هدي له اسيتايل كولين، لان احنا زمان خالص في الاوتونوميك قلت لك ان الاسيتايل كولين لا يوجد عندنا، ما فيش عندنا حاجه اسمها اسيتايل كولين، ما فيش دواء اسمه كده، ما نقدرش نديه لاعتبارات كتيره جدا قلناها في الايه زمان في الاوتونوميك. انما احنا نملك نعمل حاجه تانية، ان انا ادي دواء يعمل انهيبيشن للانزيم اللي اسمه كولين ستريز اللي هو بيكسر الاسيتايل كولين. يبقى انا لو اديتك دواء يعمل انهيبيشن للانزيم اللي بيكسر الكولين استريز اللي بيكسر الاسيتايل كولين، انا كده هرفع الليفل اوف اسيتايل كولين. بس الشطاره بقى انك تعمل لي دواء يكون شغال على البرين بس، لان انا مشكلتي دلوقتي في البرين، المريض الالزهايمر مشكلته هنا مش مشكلته بريفرال. انا عندي 20 دواء يعملوا انهيبيشن للكولين استريز انزيم، انما كلهم هيعملوا ادفيرس افكتس لانهم هيعملوا انهيبيشن للكولين استريز وايد سبريد جلوبال على مستوى البرين وبره البرين. الشطاره بقى ان الثلاثه دول الدوني بيزيل والريفاستجمين والجالانتامين لما بيعملوا انهيبيشن للكولين استريز بينشنوا على السنترال كولين استريز، الكولين استريز اللي هنا اللي هو في البرين اونلي، ما لهمش دعوه بالبريفرال. طب ليه؟ لان من حسن الحظ لقينا الكولين استريز اللي موجود في البرين مختلف شويه صغيرين عن الكولين استريز اللي موجود في بقيه جسمك. من هنا جه السلكتيفيتي بقى، جات السلكتيفيتي بتاعه الثلاث ادويه دول. طيب يبقى كده انا عرفتك بيهم وعرفتك دورهم ايه واحنا بنستخدمهم، يعني ايه الحكمه من ايه من استخدامهم. افتكر بقى ان الادويه دي هي الفيرست لاين، يعني خط الايه الاول دواء هكتبه في الروشتة لمريض الالزهايمر هو ده نمره واحد، واحد من الثلاثه دول يبقى ده الفيرست لاين. طيب السؤال بقى، هل لما ادينا الادويه دي لمرضى الالزهايمر، لو جبنا 1000 عيان كده عندهم الزهايمر وادينا لهم دواء من الثلاثه دول هنلاقي تحسن؟ يعني اللي احنا بنسميه ايفيدنس بيزد ميديسن، ايفيدنس يعني الدليل او يعني العلم القائم على الدليل. هل لما جبنا 1000 عيان وعملنا وادينا لهم الادويه اتحسنوا فعلا؟ يس، الاجابه اه اتحسنوا، بس بنسبه كام في الميه؟ لا تتخطى 10%، يعني الوظائف عندهم الميموري والكوجنيشن والادراك والحاجات دي اتحسنت، بس على افضل الفروض ما اتحسنتش باكتر من 10%، يعني في مايلد امبروفمنت. على اي حال العشرة في المية دول افضل من مفيش، فيعني بس يعني من فضلك ما تقولش بقى ان الادوية دي خلاص العين كده هيخف 100%، لا مش صحيح،
الادويه دي هتعمل مايلد امبروفمنت للسيمبتومز اللي عنده بنسبه كام؟ لا تتخطى 10%. طيب الحاجه اللي بقى اللي بتيجي في الام سي كيو كتير جدا وبنشوفها في الام سي كيو في اسئله يعني كتير قوي، موضوع الادفيرس افكتس بتاعت الادويه دي. لما انت تقول لي ان انا عندي دواء هيعمل انهبيشن للكولين استريز، يبقى الدواء ده من شانه انه يزود الاسيتيل كولين، كويس. وانا قلت لك دلوقتي انه بيزود الاسيتيل كولين سيلكتيف على البرين، ملوش دعوه بايه بالبريفرال كولين استريز، تمام. انما اوعى تنسى الكلام ده انا علمته لك في الفيديوهات اللي فاتت كلها، ان لما بقول ان في دواء سيلكتيف مش معنى السيلكتيفيتي ات از نوت ابسولوت ماتر، مش موضوع مطلق. اما اقول ان دواء سيلكتيف معناه ان هو بنسبه نقول 90% 95% هيروح ينشن على الكولين استريز اللي ايه اللي في البرين، انما يظل هناك احتمال ان الادويه دي هتعمل انهبيشن للكولين استريز بره في البريفرال تيشو. طب والنتيجه الاسيتيل كولين ممكن يعلى في البريفرال تيشو. طب والنتيجه عد بقى، ارجع بقى للايه لكلام الاوتونوميك بتاع زمان وشوف بقى الاسيتيل كولين كان ممكن يعمل ايه. انا ممكن افتكر معاك دلوقتي، نمره واحد ممكن العيان يجيله برايديكارديا، 2 ممكن يجيله ابدومينال كوليك، 3 ممكن يجيله دياريا، نمره 4 ممكن يجيله سلايفيشن ويورينيشن. كل الحاجات دي ممكن تحصل، الاسيتيل كولين ممكن يعمل يبهدل الدنيا. انما من كل اللي انا حكيته لك ده تلاقي الام سي كيو منشن على كلمه براديكارديا، يعني ساعه ما يسال على ادفيرس افكتس للدونيبيزيل او واحد من الثلاثه دول تلاقي الممتحن منشن على كلمه براديكارديا. ليه بقى؟ اشمعنى منشن على دي مع ان الايه الدواء ممكن يعمل حاجات كتير تانية؟ انما بيقول لك ان مريض الالزهايمر هو المريض اللي سنه كبير فوق 65 سنه زي ما اتفقنا. المرضى دول غالبا بيبقى عندهم اصلا بالطبيعه عندهم لخبطه في القلب، عندهم براديكارديا، وفي بعضهم اللي عنده هارت بلوك، وفي بعضهم اللي عنده مشاكل كبيره. اذا ما تجيش بقى اجي اسالك انا في الادفيرس افكتس بتاع الحاجات دي تقول لي ابدومينال كوليك، صح ابدومينال كوليك صح يعني مش غلط، انما يعني هتقول لي ابدومينال كوليك وتنسى كلمه براديكارديا اللي هي ممكن تبقى ادفيرس افكت مهم جدا لمريض عنده 70 ولا 80 سنه، ما تنساش دي ابدا. ده اللي بيجي. طبعا ممكن زي ما قلت لك بقى يحصل انسومنيا، يحصل انوركسيا، فوميتنج، كوليك، دايريا، كل ده ممكن يحصل، لايفيشن، كل ده ممكن يحصل، انما اهمهم البراديكارديا. العيله الثانيه اللي اسمها ايه بقى، اللي هي بتقفل الريسبتور اللي اسمه نمدا اللي هو ان ميثايل دي اسبارتيت، هذا الريسبتور اللي هو ايه الريسبتور بتاع الحاجه اللي اسمها جلوتاميت. مش احنا اتفقنا ان الجلوتاميت ده زايد، طب احنا عايزين نقفله بقى، فصممنا له دواء يروح يقفل الريسبتور بتاعه اللي اسمه ان ميثايل دي اسبارتيت ريسبتور. الدواء اسمه ايه؟ ميمانتين، من ميموري، يعني سموه ميمانتين عشان هو بس. سؤالي بقى انا دلوقتي، يعني سؤالي لك اذا كنت فهمت الكلام اللي احنا قلناه، بفرض ان النظريه صحيحه وان الجلوتاميت فعلا عالي وهو مسؤول عن الديجنريشن وهو ده احد المتهمين الرئيسيين اللي عملوا الزهايمر، كويس، واديني صممت دواء يقفله يروح خلاص يقفل شغله. سؤالي بقى دلوقتي، هل حضرتك منتظر من الدواء ده ان انا لما اديه ان العيان هيتحسن؟ طبعا it is impossible. ليه؟ لان الديجنريشن اللي حصل في البرين مش هيرجع تاني، يعني الخلايا اللي ماتت مش هتحتاج تاني. فالديجنريشن والبهدله والحاجات اللي احنا حكيناها كلها عمرها ما يحصل لها ريفرسال، مش هيحصل. انما انت تملك ايه بقى؟ هذا الدواء كل اللي يملكه انه يمنع الفيرذر بروجريشن، ان مزيد يمنع مزيد من التدهور، مزيد من الديجنريشن. يعني اول ما بشخص العيان الزهايمر مثلا واحتاجت الدواء ده، الدواء ده ليس من المنتظر ان انا لما اديه الاقي الميموري بدات تتحسن ولاقي الكوجنيشن، لا مستحيل يحصل كده. انما كل الحكايه ان هو هيوقف الريت اوف ميموري لوس، يعني البروجريشن بتاع المرض هيهدى شويه، بدل ما العيان يتدهور كاملا في 5 سنين، لا الحكايه تاخد لها اكتر من كده، يعني بنبطئ الحكايه. الأدوية دي يا شباب افتكر بقى انها دايما سكند لاين، يعني ما تبقاش ابدا فيرست لاين. الميمانتين ده مش هو نمرة واحد يتكتب في الروشيت، اللي يتكتب في الروشيت رقم واحد واحد من الأدوية اللي فاتت اللي هو الكولين استريز انهبيتور، هو ده اللي بيحسن العيان فعلا حتى لو بنسبة 10% زي ما قلت لك. انما ده يأتي في المرتبة الثانية، يا تكتبه او لا، يعني ممكن ما تحتاجوش. ان احتاجته بتحتاجه ليه؟ بتحتاجه لان احيانا بعض الناس بيبقى عندهم المرض رابيدلي بروجريسيف، فانت عايز توقف البروجريشن بسرعه، او يكون الاعراض اللي عنده سيفير، فيسموه ايه بقى؟ اد اون. اد اون يعني انت بتضيف ميمانتين على الروشيتا اللي عندك على الكولين استريز، انما ما يبقاش ابدا الون، ما يبقاش لوحده ابدا. زي ما قلت لك في اللي فات في ادفيرس افكت انا شلتنك عليه، قلت لك ان الممتحن بيسال كتير جدا
في العيله اللي فاتت عشان يسالك في كلمه براديكارديا، المره دي الممتحن هيسالك في الادفيرس افكت اوف بيمنتين عشان تقول له كلمه انسومنيا، هو هيسالك في دي. يقول لك ايه اشهر ادفيرس افكت يعمله الميمنتين، واللي ممكن يعمل حاجات كتير جدا، ممكن يعمل ميني نيورو سايكاتريك مانيفيستيشنز، يعني يلخبط حاجات كتير، انما اهم حاجه هيشتكي منها العيان انسومنيا. طب واهتمينا بدي ليه؟ اشمعنى اهتمينا بيه؟ لان برضو نفس القصه، مريض الالزهايمر ديزيز اللي عنده 80 سنه ولا 70 سنه، هو عنده الزهايمر وعنده نومه اصلا متقطع، ده بيصحى طول، بيصحى 100 مره من النوم يصرخ ويعني عامل قلق للبيت كله، كمان تديله دواء يعمل انسومنيا، فدي حاجه هتبقى يعني ايه ترابلنج، فتاخد بالك منها. الاخر بقى حاجه خالص، انا قلت لك ان في حاجات اذرز، يعني حاجات بيجربوها، حاجات بيقولوا انها بتنفع ما بت... يعني هنشوف كده. مثلا انا قلت لك ان مريض الالزهايمر عنده ثلاث اعراض رئيسيين، قلت لك انه عنده ميموري لوس، والادراك عنده الكوجنيشن، عنده كوجنيتيف امبيرمنت، ونمر الثلاثه قلت لك ان عنده بيهافيورال ديستربنس، يعني ممكن يبقى بيصرخ لوحده، ممكن يبقى بيعيط بدون سبب، ممكن عنده سيفير ديبريشن، قاعد ديبريسد طول النهار. فهتلاقي بقى بعض الناس كده يسألك، لو انت يعني مستواك ادفانسد شوية هتلاقي ممتحن ممكن يسألك، لو حس ان انت شاطر هيقول لك يا دكتور مريض الالزهايمر اللي هو ماشي على تريتمنت وخلاص، وقد احنا ماشيينه على تريتمنت، انما اذا انا لاحظت ان عنده سيفير ديبريشن هل في حاجة ممكن تساعد العيان؟ الإجابة ممكن نديله أنتي ديبريسانت دراج هيساعده. بس شوف بقى المفاجأة، إن احنا جربنا كل الأنتي ديبريسانت مفيش نفع مع العيانين دول غير الإيه؟ الستالوبرام ده، أو الستالوبرام. الستالوبرام ده كان من عيلة اسمها SSRI لو أنت فاكر، شرحناه في الديبريشن، وده هو الوحيد اللي ينفع مع مريض الألزهايمر. بقية الأدوية جربوها بس ما بتديش بنفيت. ده اللي هيجيلك في السؤال، يعني لو جالك سؤال يقول لك مريض الزهايمر وعايز انتي ديبريسانت دراج ويخيرك ما بين خمس حاجات، اختار كلمه سيتالوبرام او اس سيتالوبرام. السؤال الثاني اللي بنتساله كتير، احنا بقى شخصيا بنتساله كتير، من يعني بيقول لنا ناس يسالونا السؤال ده، مريض الالزهايمر دائما بيبقى مريض مزعج لكل البيت، البيت كله مش مرتاح، حتى يقول لك الزهايمر ديزيز ات از نوت ا ديزيز اوف بيشنت، ات از ا ديزيز اوف ذا فاميلي، فاميلي كلها تعبانه، لان المريض طول النهار يزعق، عنده اجريشن طول النهار، محدش عارف هو بيزعق ليه، مش قادر تفهم، هو عمال يزعق وخلاص، عمال يصرخ وخلاص. فساعات يبقى عنده ديلوجن، ساعات يبقى عنده كده. فيقول لنا يسالونا الناس اللي عندهم، مثلا تلاقي طالب عنده مثلا مشكله في البيت، جده او حد جاره عنده الزهايمر، فتلاقيه بيسالني يقول يا دكتور المريض عمال يزعق طول النهار، عمال يصرخ طول النهار، السايكوتيك سيمتومز دي هل لها حل؟ لها حل. نديله انتي سايكوتيك دراجز. انتي سايكوتيك يعني ادويه مضاده للذهان، بس خد بالك بقى من اللي هنقوله ده كويس قوي. الريكومنديشنز اللي في العالم كله بتقول ان الادويه دي نوت ريكومندد، يعني ما تلجاش ليها كده على طول، ما تستسهلش وتديها، لان لها مخاطر كبيره على العيان ده. المخاطر انها بتزود المورتاليتي، ومش بس كده، بتزود نسبه الاستروك اللي هو نزيف المخ، يعني لما عملوا احصائيات لقوا ان نزيف المخ بيزيد عند الناس دول لما بياخدوا انتي سايكوتيك دراجز. السؤال بقى التاني اللي انت هتسأله لي، طب الحل ايه؟ العيان بيصرخ طول النهار والبيت كله مش عارف ينام، مش عارف يرتاح، الحل ايه؟ انا هنصحك نصيحة لوجه الله كده، ان انت العيان مش بيصرخ كده وخلاص، العيان بيصرخ او عمال يعني عنده اجريشن او عنده اكسايتيشن نتيجة ان عنده معاناة انت مش واخد بالك منها. قد يكون مثلا عنده يورين ريتينشن، يورين ريتينشن وهو مش قادر يعبر، يعني تخيل ان عيان عنده البروستات، لانه عيان كبير في السن، ممكن يكون اليورين عنده ريتيند وانت مش قادر تاخد بقى، هو عمال يصوت من دي. السؤال بقى، طب انت هتقول ده، طب هو ما بيقولش ليه؟ لا مش هيعرف يقول، لان انا قلت لك انه فاقد الايه، فاقد الكوجنيشن، عنده كوجنيتيف امبيرمنت، عمل بالظبط، اصبح زي الطفل اللي عنده سنه اللي عمال يصرخ وامه مش عارفه بيصرخ ليه. قد يكون بيصرخ وعامل قلق في البيت كله نتيجه ان عنده كونستيبيشن، وانت مش واخد بالك ان عنده كونستيبيشن، هو بيصرخ من كده، هو مش قادر يعبر لك ايه، مش قادر يوصف لك هو عنده، يا اخي عنده صداع هو اللي عامل له المشكله. اذا قد يكون السايكوتيك سيمتومز دي لها اسباب بسيطه جدا، فبينصحوك الناس على مستوى العالم، الناس بتوع اوكسفورد بقى، الناس الكبار دول بيقول لك خد بالك انه يعني ما تستسهلش وتكتب انت سايكوتيك على طول كده. انما لو مضطر بقى، يعني لو انت خلاص مضطر تكتب انت سايكوتيك عشان العيان يهدى
ويبطل بقى الايه الاجريشن اللي عنده والاكسايتيشن ده، غير مسموح غير باستخدام واحد بس من الانتي سايكوتيك من السكند جينيريشن كان اسمه ريس بيريدون. ارجع كده للانتي سايكوتيك درايز، كنا بنقسمهم فيرست وسكند جينيريشن، ده كان من السكند جينيريشن وده الوحيد المسموح بيه. يبقى انا قلت لك من كل الانتي ديبريسانت مسموح بواحد بس اسمه سيتالوبرام، من كل الانتي سايكوتكس اذا مضطر يعني مش مسموح غير بالريسبيريدون وغير مسموح بحاجه تاني. طيب فيتامين اي، في دراسات بتقول ان فيتامين اي جايب نتائج يعني بيحسن الناس، انما إن الدراسات دي تفتقر الى الايه اللي بيسموه كلينيكال او اللي بيسموه الايفيدنس الدليل الايه العلمي الصلب، يعني ما نقدرش نقول ان احنا لو كتبنا فيتامين اي الناس هتتحسن. يعني احنا لو جبنا كده 1000 عيان ولا وجربنا عليهم فيتامين هنلاقي شويه اتحسنوا وشويه لا، فما نقدرش نقول لك ان فيتامين اي، انما على اي حال ما يعني مش هيضرنا في شيء انك تكتب فيتامين اي على اساس ان انتي اوكسيدنت، يعني ممكن شويه يعني يكون دوره تو كومبات ذا اوكسيديتيف ستريس اللي بتحصل في البرين، فممكن يفيد انما مش بنسبه 100%. الاستروجين في ناس جربته وعملت دراسات على الاستروجين وقالوا انه بيحسن بعض مرضى الالزهايمر. طب جبت منين يعني ايه دليلك العلمي؟ قالوا ان احنا لقينا ان الالزهايمر بيبقى كتير في الايه في الميلز في الرجاله اكتر من الستات، وبناء عليه قد يكون الاستروجين له علاقه بان الالزهايمر ما بيجيش للستات كتير. وطلعوا لنا بقى بقصه كده ان الاستروجين بيعمل وبيعالج، ولما جينا نشوف كده نعمل ميتا اناليسس ونجيب الناس اللي في العالم كله ونعمل تحليل للبيانات لقينا هذا الكلام غير صحيح بالمره، والاستروجين ملوش اي علاقه بتحسين ان العين يتحسن ولا. موروفر ضيف على كده بقى كمان ان الالزهايمر مين قال لك انه بيجي للستات اقل؟ لا بيجي للايه، مفيش جندر بريفيرنسز، مفيش عندنا مفيش سكس بريفيرنسز، لا الاثنين ايكوال. فالاستروجين ليس له دور، انما ان لقيته فانا يعني افتكر الكلمتين دول. في ناس بتدعي انه بيحسن انما without clinical evidence. اخر حاجه العشب اللي اسمه جينكو بيلوبا، هذا العشب اللي اسمه جينكو بيلوبا ناتشرال هيرب، يعني هذا الناتشرال هيرب اتعمل عليه دراسات كتير قوي قوي الحقيقه فيما يخص البرين فانكشن والسي ان اس فانكشن، له فوائد كتير جدا، ممكن تلاقي ريفيوهات كتير عماله تتكلم على يعني معجزاته اللي بيعملها، انما هذه المعجزات تظل ايه بقى، تظل يعني ما فيش ايفيدنس، يعني كلها بلا دليل، يعني حاجات ادعاءات. اما يكون عندك دليل طبي قوي كويس يعني دراسه قويه وحاجه لا تخطئها عين، نسمي هذا الدليل هاي كواليتي ايفيدنس. هاي كواليتي يعني دليل قوي، انما كل الحاجات اللي انا حكيتها لك دي يسموها لو كواليتي. لو كواليتي يعني الايفيدنس ضعيف جدا. اما تقول لي مثلا جبت 1000 عيان اتحسن منهم 10 من ال1000، طب وبقيه ال990 واحد ما تحسنوش ليه؟ يبقى الايفيدنس هنا غير موثوق فيه. عموما اديني قلت لك الحاجات اللي ممكن تتعرض ليها واللي ممكن الايه الامتحان يجي لك في الحاجات في الملاحظات الصغيره اللي احنا قلناها دي.